بينما ترتشفين فنجان قهوتك صباح عيد الفطر، وإلا بقطعة حلي تنبع من الفنجان. تخيلت ذلك يا عزيزتي؟ إنها ليست معجزة أو حلم. نعم، من الممكن أن يحصل هذا، إنها عادة حق الملح. قبل أن نخبرك بتفاصيلها، اجعلي زوجك يشاهد هذا الفيديو، وقد أعذر من أنذر. تختلف عادات وتقاليد الدول العربية والإسلامية بطقوس الاحتفال والتحضيرات لعيد الفطر، ولكن المرأة التونسية والجزائرية كانتا الأكثر حظاً بهذه الطقوس، إذ يمتلك التونسيون والجزائريون عادة قديمة قيل أنها عثمانية الأصل، سميت بحق الملح، وهو تقليد توارثته الأجيال منذ آلاف السنين، ألا وهو أن يقوم الرجل بوضع قطعة حلي من الذهب أو الفضة في فنجانه بعد عودته من صلاة العيد، في حين تكون الزوجة قد جهزت المنزل وعطرته ولبست أجمل الثياب لتكون بأبهى الحلل. تسعى بتقديم ألذ الحلويات مع فنجان قهوة لزوجها، فتكريماً منه لا يعيد الفنجان فارغاً بعد الانتهاء من احتسائه، بل يقوم بوضع ما خرج من خاطره لزوجته فتفرح هي، وتقوم بارتدائه والتزين به في أيام العيد. أما عن سبب هذا التقليد الجميل، يعود إلى أن غالبية النساء في شهر رمضان المبارك أثناء طهيهن للطعام يتذوقن ملحه مع الحذر لعدم ابتلاعه، فيجب عليهن امتلاك قدرة عجيبة حتى توازن الزوجة بين مقدار الملح في الطبق المطهو وعدم ابتلاعه في ذات الوقت، وهذا على مدار شهر كامل، بالإضافة إلى قدرتها على القيام بجميع واجباتها من تجهيز ما لذ وطاب لأسرتها والقيام بأعمال المنزل والكثير من المهام التي تقوم بها الأنثى، فيكون صيامها مضاعفاً، وبذلك يجب على الرجل أن يقدر تعب زوجته وتفانيها وأن يضع المعلوم في الفنجان، أقل ما يمكن فعله. من المؤكد أن هذا التقليد ليس في تونس والجزائر فحسب، وإنما في بعض الدول الأخرى أيضاً، ولكن بأسماء وطقوس مختلفة قليلاً، إذ يمتلك الليبيون عادة تسمى الكبيرة، وهي ترتبط أيضاً بالعيد، لكنها قبله بيوم أو يومين، فيقدم الرجل لزوجته حلياً أو مالاً أو حتى ثياباً جديدة لإظهار تقديره على تفانيها طيلة شهر رمضان. بالرغم من أن تقليد حق الملح انتشر مؤخراً على مواقع التواصل ولم يعد منحصراً في تونس أو الجزائر، إلا أن الجدير بالذكر أن هذه العادات في طريقها للاندثار، وأكثر من يقوم بها هم المتزوجون الجدد لإظهار اهتمامهم بزوجاتهم، كما تكون الزوجة فخورة به بين أهلها وجيرانها. أخبرونا، هل لديكم عادات مشابهة ما زالت تطبق حتى اليوم؟ وأما أنت، هل مستعد لتقديم حق الملح لزوجتك غداً؟